اهلا بيكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج تجربه شباب. الشباب هم صمام الامان ومصدر انطلاقه للعمل التنموي. تجربتنا النهارده مع مجموعه شباب انسايدر، مجالات واقسام مختلفه داخل الجامعه، اتجمعوا على هدف واحد وهو تقديم الخدمات وحل مشاكل الطلاب داخل الجامعات. هيكون معايا بعد الفاصل رئيس تحرير جريده انسايدر محمد لعج، طالب بكليه الصيدله جامعه طنطا، وهنتكلم معاه عن تجربته الشخصيه. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا. اهلا بيك يا محمد. ازيك عامل ايه؟ لابسين ابيض، ويا رب يبقى لقاء جميل كده ان شاء الله. عايزك يا محمد في اول موضوعنا تدينا نبذه صغيره جدا عن انسايدر. انسايدر بدات في الاول بعد الثوره في 2011 في الجي سي، اسسها شهير شاهين. تمام. ريم شافت الفكره نقلتها جامعه طنطا، دعت ناس كتير انها تخش معاها. دخلنا كنا في الاول 21 فرد، بعد كده بدانا نختار ناس من كليات معينه عشان تنضم لينا اللي يقدروا يفيدونا ويقدروا ينقل لنا خبرتهم برده في اداره الكنائس الطلابيه، وبقينا لحد حوالي 40 فرد. وبعدين رحنا الكونفرنس الاولاني، كنا بنتنافس مع 14 جامعه تانيين، خدنا المركز الاول معاهم، وبعدين رجعنا تاني كملنا حل مشاكل الطلاب في الجامعه. بما انك طالب بكليه صيدله، ايه اللي خلاك تنضم لمجموعه انسايدر مع انها مجال غير مجالك؟ هو في الاول عجبتني الفكره، كانت فكره جديده ان هي تتطبق في جامعه طنطا. انا كنت متابع انسايدر الجي سي من الاول، لما عرفت ان ريم عرضت الفكره ان هي ان الناس تخش معاها عجبني الموضوع وقررت ان اقدم معاها. وهل ما اثرتش على دراستك؟ لا هي ما اثرتش، عشان بنقدر ننظم وقتنا. كليه عمليه، ما احنا بنقدر ننظم وقتنا، ومعظم الشغل بيكون اونلاين فبيكون الموضوع سهل. تمام. عرفنا ان والدك ووالدتك ليهم علاقه بالطب، فهل ده لما الوالد او الوالده لما بيشوفوا بني ادم بيتجه في مجال غير مجاله، هل عارض او حسيت ان هو ممكن ما يبقاش موافق على حاجه زي دي؟ هو الموضوع بالنسبه لهم يعني بيضايقهم شويه ان انا برده بنشغل بالمذاكره عن الانسايدر، بس الحمد لله يعني بقدر اوفق ما بين الموضوعين، واهم حاجه ان انا بنجح في الكليه. محمد، استفدت ايه من انسايدر ممكن تساعدك في مجالك؟ الاداره، موضوع ان انت تعرف تدير مؤسسه وكيان فيه افراد كتير. الموضوع ده مش سهل، الموضوع ده متعب جدا ان انت تعرف ترضي كل الناس وتوفق ما بينهم، فالموضوع ده فادني جدا في انسايدر. يعني بالنسبه لانسايدر كنت بتواجه مشكله في الاول خالص في الاداره؟ كانت المشكله وده اتكلم ده لا التاني ده اتقمص. كان الموضوع صعب في الاول، بس بعد مده بالخبره بتقدر توفق ما بينهم. تمام. يعني هل حاولت انك توفق ما بين الناس دي بطريقه ترضي جميع الاطراف كلها؟ يعني لحد دلوقتي بحاول الموضوع ده، بالذات بعد ما مسكت رئاسه التحرير. كان في الاول لما كنت هيد لي تيم صغير كنا عددنا قليل، فكان الموضوع سهل، لكن دلوقتي بقيت ماسك حوالي 80 فرد، الموضوع صعب. الموضوع ان انت تحاول توصل الشغل في وقته، وفي نفس الوقت ما حدش يتضايق منك ولا الناس اللي بتتابعك ولا الناس اللي بتشتغل، فالموضوع صعب، بس ان شاء الله يعني الموضوع هيعدي. تمام. كمان سنتين هتتخرج ان شاء الله. ان شاء الله. شايف انسايدر فين كمان السنتين، او في خلال السنتين اللي انت هتكون رئيس تحريرها؟ هو كل سنه رئيس التحرير بيتغير، ممكن اكمل السنه الجايه او لا. تمام. بس ان شاء الله بس هكون في خلال هكون ضمن الفريق. هكون ضمن الفريق ان شاء الله. بس ان شاء الله نفضل نحافظ على التفوق احنا فيه، ونفضل اكبر كيان للجامعه في جامعه طنطا. تمام. ونقدر ان ناخد تاني الكاب السنه الجايه والسنه اللي بعدها ان شاء الله. اشكرك جدا على المقابله الجميله دي، واكيد كل الناس استفادت منها. بشكركم مشاهدينا على حسن متابعتكم، واستنونا الحلقه الجايه مع تجربه جديده. شكرا.